في ورشة متواضعة يحاول المهندس محمد الزيلعي مواصلة عمله بتفان على الرغم من إصابته قبل عدة سنوات بصعقة كهربائية أفقدته أطرافه وتركته يواجه أعباء الحياة بصعوبة. ما يزال محمد يحاول تقديم المزيد لزبائنه في إصلاح الأدوات الكهربائية ولف المحركات برفقة نجله وبالطريقة التي تعيدها إلى العمل، فالتزام الرجل بتقديم واجباته مقدم على أي شيء آخر. هنا في مديرية باجل بمحافظة الحديدة يغادر محمد كل يوم إلى ورشته لإنجاز ما عليه من مهام، إذ يعد العائل الوحيد لأسرته المتوسطة، ويأمل أن يحصل على مصنع لإعادة تدوير الأدوات ولو عن طريق مساهمة جماعية. فكر حتى ورشة متكاملة حتى عن طريق أسهم تقدم، بس أتيه تشغل أديت شبان بس تشكى وادر ضروري هي تنزيل مصنع بأكمله كامل، يعني يشمل ممكن تصنع فيه غسالات ثلاجات الكل القطع الغيار الكل اللي تحتاج. فقد محمد أطرافه ولكن لم يفقد الأمل، فوجهة نظر الرجل أن يعمل أفضل من أن يمد يديه للآخرين.